اسمعني، ما حدا رح يعرف باللي صار. الممولين الجداد رح يحضروا الاجتماع. راكيش استقبلهم، أنا رح أوصل بعد شوي. أفرا بسرعة، وين السائق؟ وانتي شو عم تعملي هون؟ تخيل هالسيارة ما عم تشتغل والتانية دواليبة منفسين. بعدت السائق يجيب ميكانيكي لهون على السريع، ولازم روح على بيت العمي انه ضروري. عم فكر انه اطلب سيارة اجرة لهون. شو هالحكي؟ في عنا 4 سيارات. أفرا خبر السائق التاني يجيب سيارة تانية. استاذ وحدة منهم مع المدام شويتلانا والمدام شروتي، والتانية مشغولة. أفرا روح بسرعة جيب لي سيارة إجرة لهون. في عنا 4 سيارات قيمتهم أكتر من قيمة 4 شقق. صحيح، بس وقت صاحب البيت بيحتاجهم ما بيلاقي ولا وحدة منهم. هلأ لبين ما تيجي التاكسي رح أتأخر. شو هالحظ؟ مرحبا عمي راتان، أنا رح أتأخر شوي، خبر أون فيري سخن الأكل. خالتي شو القصة؟ بتحبي وصلك؟ مو معقول، ليش اليوم بالذات؟ مهيك؟ اعملي معروف ووصلي شوري على المطعم. ليكي في سيارتين مشغولين، ولسه في سيارتين تعطلوا فجأة على غير العادة. وعنده اجتماع مهم لو سمحتي. ايه لا شكرا، انا بدبر حالي عادي. بعدين حلو كتير هالموتور، حظه سيء. حامل كنتك عن جد رائع. خلاص ما في داعي، ما بدي. عن إذنك خالة. استني، أنت مانك طبيعي. شو ما عندك مانع تتأخر عن اجتماع مهم، بس المهم ما تطلب مساعدة من مهك؟ ماما قراري نهائي لأني ما رح أركب بالمقعد الوراني. موافق، هذا يوم حظك يا مهك شارما. بس انزلي أنا بسوق. سيد كنا، إذا بتحب وصلك أنا معناته أحكي معي بتهذيب. بدك تقول لو سمحتي. ثانياً والأهم، هذا الموتور تبعي، ما حدا غيري بسوقه، وأنا ما رح أركب بالمقعد الخلفي بس لأني مرة. اسمعيني، شو انتي جنيتي يعني؟ انتي مفكرة اني رح اقعد ورا وحدة مثلك؟ خالتي انا رايحة. مهك استني استني شوي. بالمسند الخلفي لتهدي حالك، لا تستغل الحفر لا تتمسك فيني. لا تسمعيني صوتك وامشي لاني تأخرت. حاسس كأني بجولة بشي حديقة مسلية بيتسلوا فيها الأولاد وبيلعبوا مع بعضهم. بيعي هاد واشتري دراجة، صدقيني رح تلبق لك أكتر. شوف نصيحة،
انت لازم تبيع سيارتك الاربعه وتشتري هذا الموتور على القليله، وانت عليه رح توصل على مواعيدك بسرعه. اطلعي قدامك، تمسك بالمسند الخلفي. شو حلو الجو. استاذ لو سمحت اشتري شوية بوالين، اليوم عيد الحب. ما بدي، روحي من هون، روحي. يلا استاذ، انتو كتير حلوين مع بعض، عندك زوجة حلوة كتير، اشتري لها بالون. قلتلك روحي من هون. اعطيني مصاري، اعطيني مصاري. شكرا، عيد حب سعيد. شكرا. يلا امسي كل شوف. إذا خلصتي تبرعاتك يا ريت تمشي لأني تأخرت. صافية معي برزادة إشكاكي سعية أنا مو قلت لك تتمسك من ورا؟ مو تستغل الفرام؟ شي بيضحك. شكراً على التوصيلة، يلا روحي. شو ما سمعتي؟ يلا روحي. سمعت، استنى، هات البوالين. خدي هيك. مرحبا. 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 أهلين. أهلا وسهلا. شكرا، تحياتي. مرحبا. مرحبا. أهلا. من الرائع حقا أنني التقيت بكم. هل أنتما الاثنان تحتفلان بعيد الحب؟ الأمر ليس كذلك. هل ندخل؟ سيد كنا، أنا بعتذر كثير منك، زعجتك بهيك يوم مميز. بصراحة نسيت تماماً أنه هذا أول عيد حب إلك مع زوجتك. لا لا، ما في شيء من هاد. تفضلوا لجوا. ما هيك أنت خلص روحي. بالحقيقة جينا لهون لحتى نحضر حفلة عيد حب مميزة. أعضاء المجلس حابين يعملوا حفلة كبيرة بمطعم وايت تشيليز. حلوة هالفكرة. هذا صحيح سيد كنا، سعيدة برؤيتك اليوم. ما هيك؟ نتمنى منك أن تأتي إلى حفلة اليوم. أساساً أنت اليوم لازم تكوني ضيفة الحفلة لأنك زوجة صاحب المطعم. لا لا، ما هيك مشغولة، هي ما فيها تحضر، صح ما هيك؟ أنت ما فيكي. لا لا، ما رح نقبل. بس سيد شوريا، عيد الحب بيجي مرة بالسنة، بعدين السيد كارول والأنسي روز رح ينبسطوا كتير إذا بتحضري الحفلة. بالحقيقة عندي شوية شغل لهيك بعتذر. بس بحاول أكيد. إيه بتحاول. يلا روحي. تشرفت بمعرفتكم. تمام، تفضلوا تفضلوا. ماشي يلا تفضل. أهلا وسهلا. شكرا لك. زوجي تعال تعال شرب شاي. بتكلف 10 روبيات. قلبتي لي مكاني الخاص لمطعم؟ رح تقدم شاي لكل الناس. روحي كبية برا.
ايه سيد سهيل؟ ايه سيد كنا، الممولين رح يكونوا هون خلال ساعة بس، حاول تكون انت ومدام كنا هون على الوقت. سيد سهيل بعتذر، زوجتي ما رح تقدر تجي، هي مشغولة شوي. لا لا ما بيصير يا أستاذ، انت بتعرف انه عيد الحب مميز بالنسبة للناس، بالإضافة إلى انه نحن عنا احتفالات مميزة بالنسبة إلنا كمان، انت لازم تسمعني منيح. كل هاي الترتيبات رح تكون على الفاضي إذا بتجي لحالك، ولا تنسى انه هنن عزموا زوجتك شخصيا، لو سمحت جيب مدام كنا معك كرمال ممولينك، هي لازم تجي لهون لو 10 دقايق بس. سيد كنا، انت بتعرف انه العالم كله عم تحكي عن توازنك بالشكل العام، ما بدنا يصير شي جديد قبل افتتاح المطعم، لهيك لو سمحت جيب المدام معك شوي. شو بدي اعمل؟ انتي شو عم تساوي هون؟ فهميني، روحي وجهزي حالك للحفلة والبسي شي يكون حلو، بالنهاية العالم بيعرفوا انك زوجة شوريا كنا. انا اسفة يا زوجي، بس انا ابدا ما عندي فستان حلو بقدر البسه لحتى اطلع مع زوجي بهيك حفلة مميزة. ايه منيح، لكن البسي اي شي عندك. انا عم ادفع لك لحتى اقعد ببيتك الفخم مثل ضيف عندك، انا ماني موظفة عندك، لهيك الاحسن ما تحكي معي بهي الطريقة وتأمرني. اسمعي انا ماني مبسوط بالحكي معك، بس شو بدي ساوي، انا مجبور، الممولين طلبوا اني جيبك معي، لهذا السبب انا طلبت منك، وهلأ جهزي لي حالك. طيب ليش؟ فيك ترفض ما؟ انت السيد شوريا كنا، يعني كل العالم بتطيعك وبتحترمك. بكل الأحوال أنا مشغولة، عم أشرب شاي. يعني شو بدك ياني ساوي لحتى تقبلي تروحي معي؟ بدك إنه رعبك وهددك مثلاً؟ ولا بدك ياني اترجاكي يعني؟ بدل ما تهددني فيك تحكي بأدب، بيجي معك، بس هلأ أنت لازم تعتذر مني على تصرفك السيء، بعدين أنا أفكر. عن جد؟ طيب أنا سمعت منك ورحت على بيتك، أنت اللي طلبتي مني إنه روح معك، احتجيتي قدامي ووقعت على العقد، أنت اللي أجبرتيني. بس أنت شو اللي عملته؟ رحت وهنت كبار عيلتي وعم تقول هلأ أنه أنا اللي أجبرتك؟ شوريا كنا، أنت يلي دخلت حالك على حياتي، هذا كان خيارك، أنت اللي سرقت كتاب وصفات أمي، ما بيهم إذا بدك تدفع ولا لا، لازم تدفع تمن أفعالك كلها. بعد مهك مهك مهك، اسمعي اسمعي، رجاء آسف، أنا آسف، رجاء تعالي معي على الحفلة، أنا بدي مساعدتك مهك لو سمحتي، رجاء أنا آسف. طيب أنا أكيد ما رح أرفض طلبك لأنه أنا أحسن منك، يعني أنا رح أجي معك اليوم وهلأ فيك إنه تطمن بالك. امسك أعصابك يا شوريا، أنت بحاجتها هلا، امسك حالك. أنا آسفة كثير سونال، كان يومي كثير سيء وأنا نسيت تماماً إنه أتصل فيكي. مهيك لازم شوفك بكرة،
بدي أحكي معك بشي مهم. فيك تجي؟ ما هيك استعجلي. اسمعيني سونال، أنا لازم روح هلأ. بحكي معك بعدين بس لحتى أفضل. تمام وعد. باي. بتمنى انه يكون شوريا اخذ حكي بشكل جدي. اذا اجى لهون بدون زوجته بينزعجوا الممولين. مرحبا. اهلين. مرحبا. شكرا انك اجيتي على الحفله يا مدام كنا. الممولين رح يجوا باي لحظه. استاذ ما في داعي انه تشكرني، انا كل اللي عم اعمله اني عم ساعد زوجي وهذا واجبي وبس. شرفتي. بالاذن هلا. رجاء تفضل. ليك انت اجيت معي على بيتي وانا اجيت معك على حفله. انت عملت مشكله قدام عيلتي وهلأ صار دوري أنا. أهلا. أهلا. أهلا وسهلا. كيفكم؟ شكرا. تفضل. أهلا وسهلا. شكرا. لو سمحتي لا تعملي قصة قدامهم هلأ. لو سمحتي. قصدك مثل القصة اللي عملتها قدام عائلتي صح؟ تمام. انت كان لازم تفكر بهالشي قبل ما تجيبني لهون. حتى انا ما بعرف شو بدي ساوي. مرحبا. اهلا بكما. مرحبا. اهلا وسهلا. سعيدة برؤيتكما معا، أنتما ثنائي جميل. شكرا لك. شكرا. ماذا حصل شوريا؟ ألا يوجد عصير؟ بالطبع. ها وأخيرا أحضروه. أمر جيد. شكرا لك. يسلم ضيف الباقي. شكرا. شكرا. تفضلوا جميعا. عيد حب سعيد. نتمنى للجميع السعادة. أجل أجل حبيبي، اليوم هو عيد الحب وطبعا أنا حبيبتك، لهيك بعتقد أنه لازم شارككم شوي. تفضل. تفضلوا. عيد حب سعيد. عيد حب سعيد وحبين سعيد. رح نتسلى كتير. انت بتعرف انه انا كتير بحب اني احتفل بهيك مناسبات.
مرحبا. اهلا. سعيده برؤيتكما. لو سمحت. تعرف شغلي؟ الشبه بين هاي الحياة وإشارة المرور، اللون الأحمر اللي بيمثل الخطر. وقف، السخيفين بيوقفوا عند الإشارة الحمراء، بس طبعا بالحياة ما بيوقفوا. العالم بيوقعوا بالحب وبيدمروا حياتهم ببساطة. استاذ، اليوم عيد الحب. شو اللي قلته هلا؟ اليوم عيد الحب. اليوم عيد الحب. النسوان شو بدهم بهذا اليوم؟ بس بدهم يطلعوا مشوار، يصرفوا مصاري، يطلعوا يتعشوا يتسلوا، هيك بدهم بس. أما رجال هنن اللي بيتحملوا هالشي. شو هالحب هاد؟ بهذا اليوم الشجر بينقطع ليعملوا كل هالبطاقات، والورد انقطف. طيب ليش؟ كله منشان تضحك على مرتك أو رفيقتك، منشان تعطيك اللي بدك إياه وبلا أي مشاكل. أكيد فهمت علي. الحب موجود بس بالكتب، الحب بس بالروايات. مع أن المناسبة أصبحت روتينية، الحب بالحياة الواقعية بها أمر جيد، صحيح؟ وهلأ روح إلا تهدي شوي، أنا ما بدي إياها تضايق ضيوفي. كمان شوي مدام، بس السيد كنا خايف عليك كتير. ما تاكل هم، هو بس غيران. بكل الأحوال أنت ما في لزوم تقلق أبدا، اللي عم اشربه عصير. بس لا تخبر شوريا، هو ما رح يحتفل بعيد الحب، خليه يقضي الليلة وهو قلقان. استاذ، هي عم تقول إنه أنت أبدا ما فيك تمنعه، وأنا يا مهيت، تعرف انه كل البنات اللي بصفي شافت حبيب، قصدي عندها حبيب، وعم يحتفلوا اليوم بعيد الحب، واحلى بنت بالصف كله قاعده هون ولحالي بس قاعده صافنه بتليفوني. انت بتعرفي انه هاليوم لتضيع الوقت؟ رح احكي لك قصه حلوه. مره رحت مع رفيقي لاحتفل بعيد الحب، بس ما كان في معنا بنات، وفكرونا بالمطعم جايين نعمل مشاكل. كان شي كتير بيخجل، وصدقا من وقت هديك الحادثة قررت انه ما احتفل بعيد الحب مرة تانية. هي سونال اللي عم تتصل، اكيد هي عم تتصل لتخليني غار ولا تقلي ان اليوم راحت على عشرة ومنسي. انا ابدا مو رايقة لحتى احكي مع حدا، روحي. كتير منيح، اعملي اللي بدك يا، بس لا تزعجيني. يلا قومي اطلعي من غرفتي، واسمعي طفي الأضوية قبل ما تروحي. رح طفي الأضوية وروح. هي البنت أكيد في بعالها شي، بتكون طبيعية وفجأة بتصير بتتصرف تصرفات غريبة كتير. طلع على المدام لأنه انعطوها شوية أهمية، نيتها أنه تغيرني دغري تراجعت، بس بدها تتواصل معه.
حبيبي؟ ممكن حدا ينظف واحدة من الطاولة؟ لشو؟ لتضربي راسك فيها؟ لا أبداً، بدي أرقص. أنا رح أرقص رقص لبكرة الصبح والفيديو بينتشر بسرعة. ليش؟ شو صاير؟ نسيت إنك عملت قصة ببيتي؟ هلأ صار دوري أنا. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.